مع أعلان الاحتفال بعيد العمال، عنوان التحدي الأول دارت عجلة المنافسة وحلقت لأعلى مدى، ومع تصميم أعضاء لجنة الحكم على تقييم المشتركين بكل موضوعية وشفافية، كانت المفاجأة بتفاوت كبير بين العلامات. ثمر من الأشخاص اللي بلشوا من أول البرنامج وعم يتقدموا كل أسبوع، من أول ما بلشت لهلأ عم يبين في تغيير كتير. حلوين المعلومات التقنية اللي عطاهم نور الدين، وحبيت كان فيه حياة. يعني راشد انت المره دي بالنسبه لي اتس سيف فيديو، مؤثر جدا الشعر، الكلمات حلو. في المرحله دي من المسابقه يا عبد الرحمن انت عارف انه الواحد لازم يبقى واقف على رجليه اكتر من كده. هالحال استمر خلال التحدي الحر يلي اطلق في كل المشتركين مواهبهم بحريه تامه، فابدع البعض منهم ببرهنه قدرته على الاستفاده الكامله من تجربه نجوم بلا حدود، ملاحظات الحكام، واكيد دروس اليوميات على ايدي خبراء بمجالات واسعه. طريقه كيف طرحتي المعلومات وكل الفريمز والالوان، تحسي بدك تنطي جوا الفيديو. انصدمت بالفكره قديش جديده. اي لايك انت طلعت حاجه، احنا بقالنا 11 اسبوع وده اول مره تطلع موهبه ثانيه جديده. انا اليوم الفيديو حسيته شوي معجوق. هيدا الفيديو يعوض الفيديو اللي قبل، حلوه الفكره كتير. وهيك كانت النتائج بعيده عن التوقعات بعوده نور الدين امين للصداره، ووقوف عبد الرحمن الحريري عن فئه الرياضه بمنطقه الخطر بمواجهه جنان وكيل عن فئه الشعر لتفوز وبفارق قليل بتصويت الجمهور. والليلة موعدنا مع المشتركين الأربعة يلي تمكنوا من إبهار الجميع بتطور مواهبهم، وأكدوا أنهم قادرين ينطلقوا بقوة نحو تحقيق حلمهم بالنجومية واحتراف مجال التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مين منهم رح يحسم المنافسة لصالحه ويفوز بلقب نجم الآن؟ ثواني ومنعرف مع بداية برايم نصف النهائي والتحدي الأقوى من نجوم بلا حدود. مساء الخير، منرحب بجمهور تلفزيون الآن ونجوم بلا حدود بحلقة نصف النهائي المحطة المفصلية قبل تتويج الرابح يلي رح يتمكن من تخطي تحديات الليلة والبرايم الجاية بنجاح لينطلق بطريقه للنجومية والتأثير بعالم التواصل الاجتماعي. دقائق قليلة وبيولع مسرح النجوم بمنافسة بلا حدود ومفاجآت وضيوف من عالم تاني. كل شيء عن المشتركين بتعرفوه بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية وصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وأنتوا حالياً عم تشوفونا عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ منستقبل لجنة الحكم وبزقف كبير من رحب بيارا. يا يونان، وائل منصور، كواليس التحضير لتحديات الليلة وغيرها من مفاجآت وأحداث يوميات الأسبوع الماضي منشوفها بهالتقرير. مع اقتراب نجوم بلا حدود من لحظة تتويج الفائز بالموسم الثاني، فرضت المواجهة بين الأقوى صعوبات أقسى، وصار هدف كل مشترك أنه يتفوق على الآخر بتقديم أفضل ما عنده، والفيديو اللي بيضمن له تمثيل فئته ضمن عناوين التحديات بشكل مثالي. أربع مشتركين عندهم نفس الإصرار للبقاء بالمنافسة على اللقب بالبرايم الأخير، ولهالسبب انتظروا أعلان سيلين التحديين الجديد بفارغ الصبر. أول تحدي
بتكون تحكوا عن العنصرية. نايس. حفز عندهم التحدي الأول بعنوان لا للعنصرية، الطاقة الإيجابية الكاملة لتقديم محتوى قادر على التأثير وبشكل فعلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة هالمرض الاجتماعي العالمي. لكن المفاجأة كانت زيارة ضيف مشعل بان كعنوان للتحدي الثاني، الحيوانات الأليفة. والليلة مع انطلاق برايم نصف النهائي، راشد المتاعب عن الفن والتصميم، نور الدين أمين عن السينما، سمر أنطون عن الويلنس، وجنان وكيل عن الشعر صاروا حاضرين للتحدي ما قبل الأخير، وأملهم الوحيد إقناع لجنة الحكم والجمهور ليكونوا ضمن الثلاث الأقوى بالمنافسة الأخيرة على لقب نجم الآن وبلا حدود. يارا، فايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد. فونستي كثير عم بيدوي الأوفرول. كلك عم بتدوي. كلك وجودكم يعني ما ينفعش تكون انت اوريدي منوره وكمان هدومك منوره، فاهمه؟ مش عدل يعني. شو حلو هالكومبليمان. ميرسي كثير، انتم منورين البرنامج اكيد. يارا انت كمان مساء الخير. مساء النور. مساء نورك. مساء النور، مساء الانوار كلها. يارا، شو رايك بالاشخاص يلي ما بيحترموا حقوق الحيوان وبيستخفوا فيها؟ الحيوانات مخلوقات بريئه، يعني خلقها ربنا لتحمي التوازن بالبيئه، والمفروض يعني ربنا ميز الانسان بعقله، والمفروض انه الانسان يكون القلب الكبير اللي يحافظ ويحمي على الأرواح اللي خلقها ربنا شو ما كانت، وهيدا لازم تكون يعني من واجباتنا كبشر. أكيد مزبوط. يعني مفروض نحن أصلا نكون أفضل من الحيوان. أنا بعرف إنه الحيوان ما بيكره، الإنسان صحيح. اللي بيكره صحيح. صراحة صحيح. فايا كيفك؟ منيحة. ماشي الحال؟ كيفك انت؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فايا، شو هي أكثر التصرفات العنصرية اللي بتزعجك؟ لا، ما فينا نسأل شو أكثر شيء، لأنه مجرد تصرف عنصري أو النظرة عنصرية، أحياناً حتى في ناس بتحاول تخبي كيف هي بتنظر للشخص وبتمثل، هيك فجأة بيطلع بكلمة صغيرة أو بموقف وبيكون أبشع شيء. يعني لأنه كيف يارا قالت إنه يعني البشر، نحن الله عطانا العقل وعطانا القلب لنعرف إنه نحن عن جد خلقنا يعني يولد الناس أحرار سواسية، فهيدا أبشع شيء، العنصرية أبشع شيء بكل مواقفها، ما فيك تحددي يعني. مزبوط. شكراً لك. وائل، بين التحديين الليلة أي تحدي هيك بهمك أكثر؟ الاثنين. هو أنا شخصياً ليش عم تضحك؟ ما أعرفش. أنا بحب يعني الحيوانات جداً، ويعني أدفكت قوي للحيوانات، بالذات لو دخلتي عندي على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا تلاقي كله قطط أو كلاب أو أكل يعني. بس طبعاً بالنسبة لي النهاردة إيه؟ لا ماشي عم بضحك. أنا ويارا. بس تحدي اللي هو ضد العنصرية ده ممكن هيهمني اكتر النهارده، لان انا مش قادر اتوقع الفيديو ده تكون شكلها عامل ازاي. يعني مش قادر، كل تحدي ممكن اتوقع لكل فئه ايه اللي ممكن يطلعوا بيه، بس ده بالذات مش قادر حتى احط ايدي على ايه اللي ممكن يطلع في الفيديو. فعشان كده اظن ان احنا الثلاثه هنتفاجئ اكتر في التحدي ده من الفئات الثلاثه. صحيح. ان شاء الله اكيد الفيديوز تكون على قد التوقعات. أربع مشتركين صاروا جاهزين لتقييم فيديوهاتهم من قبل اللجنة، وبدل المرة مرتين، وطبعاً عاملين كل جهدهم ليحصلوا على أكبر مجموعة علامات، لأنه الوقوف الليلي بمنطقة الخطر وعدم الفوز بتصويت الجمهور عبر صفحة الآن على فيسبوك بتعني الخسارة. كمان مرتين، مرة بمغادرة البرنامج والتانية بخسارة جائزة الآن المالية يلي رح تكون من نصيب الثلاثي الأقوى، وقيمتها 15,000 دولار للفائز الأول، 10,000 دولار للفائز الثاني، و 5,000 دولار للثالث. قبل
قبل انطلاق التحدي الأول بحب أعلن خبر بهم كل الموهوبين يلي تحمسوا وتمنوا يكونوا معنا بهالموسم من نجوم بلا حدود، وبقول لهم أنه باب الاشتراك بالموسم الثالث صار مفتوح للكل، وكل يلي عليكم تعملوه أنه تصوروا الفيديو وتنشروه على صفحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تاج الآن تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. تحدي لا للعنصرية ابتدى، ومع جنان وكيل من سوريا منشوف كيف بيعبر الشاعر عن موقفه تجاه القضية الاجتماعية. أن تحط على كوكب لا يريدك، أن تكون قلما بين مجموعة من المساطر. هل تعلم ماذا يعني أن تعاشر البحر يوميا ولا تتبلل؟ هكذا كان يشعر برين دائما بأنه منسي كسمكة في جوف الحوت، إلى أن جاءت أمبيلا وربطت على قلب برين. لا أنكر أنني كنت واحدة منهم، أستغرب الاختلاف وأنفر منهم، لكن سرعان ما أدركت أنني مخطئة وأن اللون ليس بطاقة للتعريف عنك. أنت مثلنا بالجوهر، بل أنقى من غيمة شاردة في السماء. أنت قلب أبيض وكلانا في الجوهر واحد. لا فرق بين جذر ولون وعرق الوريد، فكلانا في الجوهر واحد. مساء النور جنان. مساء النور. بداية مع يارا. يارا، أول مرة بدي أسألك عن الصورة يلي قدمتها جنان. بحب بسمتها أول شيء لجنان. مساء الخير. مساء الورد. هيك فيها تفاؤل وفيها سلام وفيها كل شيء عن جد. شكرا. هيك شو مهضومة ليك؟ أنا بحس بس تضحك لك إليك. لا بالعكس، دايما كلكم كلكم بضحك. دايما إيه دايما. أنا أكيد. كلنا بنضحك لك نحن كارلا. أول شيء من الأشخاص جنان اللي كتير تقدموا بالتصوير، بالصورة، بالإضاءة، حتى اليوم في شيء جديد أنا شفت، قدمت شيء جديد مش يعني مثل اللي شايفينه قبل. بس بدي أسألها إذا هي حسيت شوي إنه أخذ شيء من فيلم أو من شيء قصة، ما بعرف إذا هي هو اللي عملتهن. الدمية أنا صنعتها من خيطان الصوف. انت خياطيه؟ من خيطان الصوف لفلفه العاب للمشهد الاخير اللي هي كانت بتلعب فيه. فانا كنت تحت المسرح متخبايه وماسكه. يمكن يارا قصدها عن المشاهد الاولى اللي شفناها. الاولى اكيد. وحتى اللي هي اللي عم تحكي عنهم الصوف كمان لفتوني. جنان، ما في شك انه مبين انها تقدمت وفي شيء جديد بالفيديو وحبيت. شكرا يارا. فايا، شو رايك بالنص؟ مساء الخير جنان، كيفك؟ تمام. حبيت النص. أنا هديك الأسبوع رحت بلشت أبحث عن فيديوز، حضرت كتير فيديوز شعر، لأنه أنا دايما يعني هديك المرة كمان قلنا لك في شيء ناقص، وحاولت شوف شو يعني بتخيل إنه نحن هلأ أنتوا بالتوب فور، يعني أنت بمرحلة كتير منيحة، بس هلأ بدك تكوني بعد أحسن وأحسن وأحسن. القصة بالنصوص تبعك إنه ولا مرة في فكرة، الفكره كانت جديده لدرجه انه حسيت هيك حدا عم يضربني بوكس. يعني انا بحب وقت حدا هيك حس انه في شيء صدمه او في شيء وعاني شيء مش منتبه عليه. يعني انا توقعت كل الافكار اللي قلتيها توقعتها وقت عرفت انه التحدي هو انه كلانا واحد في الجوهر. يعني عرفتي كيف قصدي؟ انه ولا مره الفكره او بتقولي شيء بقول انا ايه والله عن جد. يعني النص تحديدا بده ابداع، يعني الشعر بده ابداع لحتى اذا بدك انتشار اكثر واكثر. شكرا فايا. ثانك يو. وائل، قدرت جنان تجمع بين التحدي وثقتها؟ انا عجبني والله الشعر. يعني انا عجبني هي قصه، القصه عامه او النص اللي انت كاتباه. انا عاده لما بسمع اي نص او اي شعر او وات ايفر، اذا في جملتين طلعوا خرموا ودني ده معناه انه ناجح. انا قصدي بالبوكس. بالظبط. انا كلمه تعاشر البحر يوما بدون ان تتبلل او بلا قلت على ماذا يعني ان تعاشر البحر يوميا دون ان تتبلل. بالظبط، انك انت في وسط مجتمع والمجتمع رفضك وانت مش حاسس ان انت بلندنج ان. دي جمله قويه. وجمله الوريد في الاخر، ان احنا بقوليها تاني معلش، بتاعه الوريد كلانا في الجوهر واحد.
هي اخر جمله قلتها. لا في حاجه عن الوريد او نفس الوريد او مش مشكله. فانا عجبني النص جدا والفيديو حلو. شكرا وائل. شفت ليه بقول لك دائما وصلت الفكره دائما بقول لك وصلت الفكره، لان بتكون يعني بيكون رايك كثير ايجابي. اذا بتطيل بالحكي الا ما تلاقي شيء عشان هيك انا بقول لك وصلت الفكره. لا والله انا بالعكس انا كلمت قليل جدا، هي اللي عمال بحاول افكرها بالوريد بتقول لي ما اعرفش ايه ده. بس انا عم بمزح معك. يلا ناطرين اكيد العلامه المناسبه لجينات. جنان خايفة من علامة لجنة الحكم والوقوف بمنطقة الخطر؟ هالمرة خايفة، لأنه هلأ المنافسة خلص نصف النهائي، 4 مشتركين. خلينا نشوف العلامات يلي رح تاخديها. علامتك إذن يا جنان عن فئة الشعر بأول تحدي لليلة 58. منيحة، شكرا لإلك. لا للعنصرية مش مجرد شعار، هي حقيقة واضحة أساسها أنه نحن في جنس بشري واحد بيسكن كوكب الأرض، ونحن كلنا سوا عائلة وحدة مرتبطة بمصير مشترك، وما علينا غير نتعاطى مع بعض بإنسانية محبة وتسامح ليكون مصيرنا التوجه نحو مجتمع عالمي سلمي وعادل. فاصل سريع ورجعين. اليوميات عم تعرض كل شيء بخص المشتركين من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، ونفس الشيء صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وبذكر كل محبي المشاهدة أونلاين أنه فيكن تشوفونا هلأ عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ لا للعنصرية مع راشد المتاعب من السعودية عن فئة الفن والتصميم. يا ترى منشوف جرافيتي أو رسم بالمي أو أفكار جديدة لتحدي الليلة؟ مساء النور راشد. اهلا وسهلا، كيفك؟ كثير حلو الفيديو. بس ما نشوف اعضاء لجنه الحكم شو رايهم. بدايه مع فايا، شو رايك بفكره راشد؟ حبيت الفكره، حسيت كانه حدا عم يأشر شيء ووصل للجوهر يلي هو انه نحن واحد. حبيت حتى اول مره بتستعمل فكره الريوايند، انه كيف وصلنا لهون، يعني شفنا اللوحه بالعكس فحبيت. شكرا فايا. يارا، راشد كان عقد توقعاتك الليلة؟ في شيء جديد كمان، يعني مش شيء كنا متوقعينه. الفكرة حلوة، الرسالة حلوة، مثل ما نعرف يعني العنصرية تخلف، نحن الإنسان واحد. يعني أحلى شيء إنه الموسيقى ما فيها عنصرية دايما. ما هيك؟ وأنت دايماً تبهرني بالموسيقى اللي بتختارها على الفيديو وعلى الشغل اللي عم تشتغله. يعني منروح مع الموسيقى ومع شغلك، يعني ما في شك الابداع ما رح نحكي عنه بقى. لايك. شكرا يارا. وائل، رساله راشد كانت واضحه لإلك؟ هي الرساله كانت واضحه طبعا، وبالذات انه لما عمل ريوايند في الاخر زي ما فايا قالت انه بان الانسان والى اخره، لكن الاكسكيوشن او تطبيق الفكره يعني انا شايفه سيء جدا. لانه البينت اللي على وشه ملكلك، عارفين يعني ملكلك؟
ما نور الدين يعني منيحة وجهه هالقد تحمل. لا البين تحسه انه ملكلك يعني بتقولوا ايه عارف يعني ملكلك عم بيدوب يعني مش منه ثابت منه واضح لايس كده يعني حتى مرتب مش مرتب وتلاقي مثلا حتى علم المغرب اللي انت عملته مش باين ايه كيف عرفت اذا مش باين لان انا عارف ان هو قصده على المغرب يعني وصلت الرساله وصلت الفكره يا حبيبتي اوكي يا حبيبي لا بس شايف التطبيق بتاعه وحش جدا 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 للاسف شكرا الشديد. وصلت الفكره جدا 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 اكيد بانتظار العلامه المناسبه لراشد. راشد نور الدين عذبك انت وعم ترسم على وجهه؟ عذبني انه كان يتكلم كثير فكنت اسكت هذا الشيء اللي تعبت فيه عم يحكي كثير. شو كان عم بخبرك عن شي فيلم انه خلص بسرعه وجهي بدا ينشف وهذا الشيء اللي كل شوي يحكي حق على نور الدين. خلينا نشوف العلامه يا راشد 59 راشد بنشوف ترتيبك انت 59 وبالمرتبه الاولى لهلا. شكرا لك راشد. مع نور الدين أمين من العراق ناطرين يكون اختار من شاشة الفن السابع عمل استثنائي حارب العنصرية. سلسلة ستار وورز هي من أكثر الأفلام اللي أثرت بي وأثرت على الكثير من الأجيال منذ السبعينات ولحد الآن، وهذا الشيء وضح أكثر لما صدر فيلم روغ وان ستار وورز ستوري اللي حارب العنصرية والنمطية بطريقته الخاصة. قام المخرج جاريث إدواردز بوضع الممثل الباكستاني رز أحمد في دور طيار مهم، وشفنا الممثلين الصينيين دون يين وجيانغ وين في أدوار رئيسية، والممثل المكسيكي دييغو لونا في دور البطل. وفي كثير من الأشخاص ما حبوا الفكرة، لكن ديزني مهتمت بالعنصريين واستمتعت بالأرباح اللي وصلت 1.5 مليار دولار. قصة الفيلم هي عن ثوار يحاربون بجانب الخير ضد الإمبراطورية الشريرة اللي تحاول استعباد المجرة. الفيلم مشوق ومثير وعاطفي، وتقمص الممثلين للشخصيات كان مقنع جدا. تقييمي الفيلم 8/10. في كثير من الأفلام ناقشت العنصرية، لكن هذا الفيلم اتقدم خطوة إيجابية نحو كسرها، وتأثير الإيجابي رح يكون أعمق وأقوى لما الطفل العربي والصيني والمكسيكي يشوفون أبطال تشبههم ويحلمون أن يوصلون إلى النجوم. مساء النور نور الدين. مساء الخير. هيك بتعذب لي راشد. سوري. وائل شو رأيك بمحتوى الفيديو اللي قدمه نور الدين؟ المحتوى صراحة أنت كبستني يعني بيني وبين نفسي أحرجتني، لأن أنا توقعت أنك أنت تتكلم على فيلم عن العنصرية وقلت أنها تعمله حلم، بس انت تدخلت فكره صناعه السينما وقد ايه ان هم حاربوا العنصريه من خلال طاقم العمل. نعم. وشرحته كويس جدا، وفي الاخر انه ده من اهم الافلام اللي ما كانش ينفع ياخدوا بيها ريسك ان هم يعني انت فاهم قصدي. نعم. وفي الاخر جاب 1.5 مليار دولار وديزني ما اهتمتش، وديزني ما يعني كله الفكره نفسها يعني منتهى البراعه صراحه. شكرا. شكرا وائل. فايا وين نجاح نور الدين يأثر أكثر بالنص أو الصورة؟ لا بالاثنين أكيد. شكرا. أكيد بالاثنين وبوافق خي. وائل على كل شيء. خي 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 الحمد لله. يارا عشو بتعطي لايك لنور الدين على الفيديو؟ على كل شيء كل شيء ما رح نزيد يعني اللي قال عليه وائل نحن لايك لايك لايك. شكرا. شكرا لكم. اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور الدين. نور الدين تختلف انت وراشد لما تاخذ منه المرتبه الاولى؟ هلا اكيد بيناتنا منافسه حلوه وراشد صديقي يعني، بس افرح له لما ياخذ المرتبه الاولى، بس افرح اكثر لما انا اخذ المرتبه. اي اكيد. واليوم هو May the 4th، اليوم يوم ستار وورز العالمي، فيعني احب اهني كل اللي يحبون ستار وورز انه اليوم يوم ستار وورز. حلوه هالمعلومه كمان. خلينا نشوف علامتك، يعني التعليقات كانت إيجابية. 73 لنور الدين وبالمرتبة الأولى لهلا. أكيد أكيد متأكد نشوف الترتيب أمامنا. 73. شكرا جزيلا. شكرا لك. مع سمر أنطون من لبنان أكيد بانتظار فيديو بينشر الطاقة الإيجابية والمحبة والسلام لأنه عن فئة الويلنس.
مفهوم الويلنس يلي بنعرفه اليوم ما كان وصلنا لو ما شعوب مختلفة بالحضارات الأجناس ألمان البشرة بذلت جهد لتبني أساساته. بفضل ابتكار الشعوب الهندية لليوغا والتأمل صاروا هلأ جزء كبير من حياة الناس وعم بيزيد الوعي لأهميتهم. وأما استفادتنا اليوم من تناول الشاي لكل حالة منمرق فيها فهي بفضل اكتشاف الشعوب الصينية لهالنبتة. مشروب الشاي الأخضر أو الماتشا اللي فوائده ما بتنعد فهو من اكتشاف الشعب الياباني. أما الأنظمة الغذائية اللي منتبعها كلنا للتنحيف بيعود وجودها للإنجليز. أما اللي اكتشفوا فوائد الميديترانيان دايت فهني الشعب اليوناني. الأثيوبية هن اللي اكتشفوا بذور القهوة الخضراء يلي تستعمل اليوم بخسارة الوزن. الشوكولا الأسود المفيد لصحة القلب فهو من اكتشاف الشعب المكسيكي. وقت اجتمعت كل هالحضارات توصل الإنسان لحياة صحية متكاملة، وهيدا التكامل انبنى بفضل شعوب مختلفة إن كان بلون البشرة أو الحضارة يلي بينتموا لإله. مساء الخير سمر. مساء الخير يارا. شو رأيك بالمعلومات يلي قدمتها سمر من خلال هالفيديو؟ ما في شك إنه في أشخاص بيضموا صوتهم لصوتي. إنه نشكر كلنا الشعب المكسيكي على اختراعهم الشوكولا الأسود. لأن فيش خلقنا إنه ما فينا دايما ناكل شوكولا صح؟ بدنا ناكل شوكولا أسود كل يوم. فمرسي على هالمعلومات الحلوة سمر. ما في شك كمان من الأشخاص اللي كتير كتير تقدموا من بدايتهم لهلأ، مهضومة كيف هيك وصلت الفكرة والرسالة بهالطريقة المعلومات الحلوة. شكرا سمر. فايا، قدرت سمر تحقق الهدف المطلوب إنه تجمع بين فئتها وموضوع التحدي؟ إيه بتخيل يعني بأفضل شكل، لأنه أنا الفيديو فاق توقعاتي. كتير حبيت حكيتي عن تبادل الثقافات والحضارات، إنه الرسالة كانت كيف كلنا كملنا بعض، وهيدا أحلى شيء بالفيديو. شكرا فايا. وائل، أسلوب سمر بتقديم الفيديو وتعطي كل هالمعلومات بخليك هيك تحفظها بسهولة أكتر؟ هي لأنه عندها حتى تون خاص وفريد بيها في الفي او. في الأول كنا زمان كان عندنا مشاكل مع فكرة فاي، بس دلوقتي بقى فاكر زمان بقى تشهر لورا. بقيتي فين دلوقتي يا سمر؟ بقيتي محترفة. لا أنا عجبني فكرة البازل وإن إحنا كلنا بنكمل بعض. اللي عجبني أكتر إنه الانسيرتس بتاعت كل حضارة أنت حطيتيها كان الفلو حلو بتاعهم. يعني الانيميشن ده شبه الانيميشن ده، كأنه اللي أخرجه واحد. أنا عارف أنت أكيد جايبة الانسيرتس دي من حتة مختلفة. في أشياء شاترستوك هي حركتها أنا على بالضبط. أنا عجبني إنه الفلو كل واحد، الأبيض اللي ورا وماشيين تمام، والمحتوى أكتر من رائع. برافو. شكرا لكم. أكيد بانتظار العلامة لسمر. سمر، وصولك للنصف النهائي قد ايه هيك قويلك ثقتك بحالك؟ ما كنت متوقعة ابدا انه بوصل للنصف النهائي، بس تخطيت كل التحديات واكيد قويلة هيدا الشيء ثقتي بحالي كثير. خي واضح، لانه عن جد الفيديوز مؤخرا كانوا كثير حلوين. خلينا نشوف علامتك على 75 عن فئة الويلنس. 72 سبقتي. لا نور الدين ما بعرف 71 او 73. خلينا نشوف الترتيب ونتاكد اكثر. بالمرتبه الثانيه علامه واحده. ثانك يو. شكرا لك. بعد في التحدي الثاني اكيد. التحدي الاول من نجوم بلا حدود انتهى، وبانتظارنا مع انطلاق التحدي الثاني مفاجآت وضيوف كثير حلوين. وبذكر الموهوبين يلي تحمسوا يكونوا معنا بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود انه باب الاشتراك صار مفتوح للكل، وكل يلي عليكم تعملوه انه تصوروا الفيديو وتنشروه على صفحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تاج الان تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. البرنامج الأول لإطلاق مواهب المؤثرين عبر السوشيال ميديا يلي عم بتتابعوه كمان أونلاين عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ فاصل سريع وراجعين. برافقني لتقديم التحدي الثاني كوكو. شفتوا شو مهضوم كوكو؟ كوكو قلت له ست هلا خلص ما بيتحرك. كوكو هو ورفقاته ضيوفنا المميزين لبقيه الحلقه.
فلك نوح هي سفينة يلي صنعها نوح لحماية عائلته والنجاة بكل الحيوانات والكائنات الحية من الطوفان العظيم بعد ما كتر شر الناس. هالقصة أكبر أمثولة تعلمنا منها أنه حماية الحيوان من واجباتنا، وأنه هالمخلوقات البريئة من أي شر هي سر من أسرار اكتمال سعادتنا على الأرض. لهيك نتمنى على كل الناس تعتمد التبني ومش الشراء لاقتناء وتربية الحيوانات للوقوف بوجه تحويلها لسلعة تجارية. شو عم بيصير بكواليس هالبرايم بحضور ضيوفنا المميزين الليلة؟ بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس ساعة 10 بتوقيت السعودية وعلى صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. بعدك قاعد؟ ست ست good boy. ده كلبك يا كارلا؟ كلبك؟ ست ايوه كارلا. كارلا ده كلبك؟ كارلا بنتي كبتين على الكلمه منك هي. لا عن جد كوكو اعقل. وهلا مع جنان وكيل من سوريا عن فئه الشعر بنسمع كلمات حلوه عن هالمخلوقات الحلوه. تخيل انه الكون حروف دبلانه وصوتك هو النغمه هو عمق الوتر من ضجيج البشر هربان تحلق بجناحي البعيد جناحي اللي ما بينبتر شمس الربيع عاكتف اللحن غفياني بيطرق شباكي بصيح مين صوت العصافير نحنا عبكر الفجر نوعيك تنسمع شعر ونسري هز الريح وانت يا ورقة وفا من حياتي تفصيل مهم وجزء صغير بس عندك انا كل الدنيا بتنطر نهارك تأجي عايش الي انت بالروح بتفدي مين يرعيك ما بتغفل عن لحظة حنان ذاكرتك لو مر الزمان مين سكر باب الجوع عنك بيوم وضمك لحضنه ونمت دفيان وائل نعم شو معك شو بسيني؟ اه شو اسمه؟ او شو اسمه؟ اسمه شو مهضوم؟ اسمها فلة انا سميها فلة فلة زي الفلة بالضبط بدك تخرمشك اذا بدك تعطي تعليق سلبي لسه كتن يعني مش هتعمل لي حاجة طيب انا حسيت لازم ناخذهم فما عرف اه قولي لي كيف شفت مونتاج الفيديو؟ ثانية برافو فلة المونتاج كل شمعة منورة اوكي المونتاج بتاع الفيديو حلو الانسرتس بتاعتك الكلوز ابس بس انا شايف الفيديو الاولاني اقوى يعني. اقوى من ده حتى كشعر في الاول قصدي سوري النص الاولاني كان اقوى او عامل امباكت معايا اقوى من كده اللي انت قلتيه في الفيديو ما شدنيش قوي ان انا اسمعه بس طبعا كالعاده التقدم بتاعك في الفيديو سواء اذا كان في الاديتنج او حتى في فكره انك انت تعملي ترانزيشنز بتوين السينز كان حلو صراحه شكرا وائل يارا حبيتي كلمات جنان بهالفيديو شو اسمه لكي حبيت الكلمات بالفيديو لكي كثير خايف انا صغير بالنسبه لي الفيديو اللي قبل كان اقوى من هذا الفيديو ما في شك الشعر الكلام حلو مؤثر اكيد بس اذا بدنا نقارن اكيد القبل اقوى متوافقه لكينا وائل فايا اول شيء وين البت انا عندي فوبيا يعني بعتذر منهم لانه لازم تعملوا كيس ستدي عني تدرسوا لي حالتي ما في حدا بيخاف من هيك مخلوقات لطيفه بس انا بخاف ما بعرف يعني عم حاول اعالج نفسي لا انا محترم اكيد خوفك المهم انه لو منخاف انه ما ناذيهم وانت اكيد المهم حاول غير هيدا الشيء منحاول شو الجديد يلي قدمته جنان بهالفيديو حبيت انه بالعام جنان صح اول مره عم تقولي شعر بالمحكي حبيت الفكره ولانه موضوع كثير هالقد يعني قريب من الناس حاولتي تقربي اكثر باللهجه المحكيه فحبيت كيف عم ترجف فايا من لكي؟ لا هو اللي عم أكثر من لكي خفيف لا هو عم يرجف وأنا عن جد ما بحب شوف حدا هيك خايف عم حاول ما بعرف عم يبكي حتى في دموع حرام طيب رح نعطي العلامات بسرعة لجنان جنان شو اسمه الكينج تشارلز اللي معك؟ تروي شو اسمه؟ تروي شو مهضوم حبيبي هاي بقرم لنا دهره إيه قولها عمه ما بده يشوف العلامات ولا شيء
تنشوف هلا ليك فلة ليك فلة كيف وائل ليه فلة صارت فوق ايوه انا بحاول اشيلها طلعت العلامه خلينا نشوف جنان يعني لكي شفتوا كيف على 75 علامتك 50 هل 50 رح نضيفها على اول علامه بيطلع لنا المجموع 108 جنان شكرا شكرا لك باي ما بده يفل ما بده يفل قلت لك كم كم قولي له كم 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 عم اهلك بدك تضل معي ونقدم الحلقه سوا جنان خبري شعر انا رح كمل بنرجع لفئه الفن والتصميم مع راشد المتاعب من السعوديه وانا بشوف انه ويرده يكشف لنا بهالتحدي موهبه فنيه جديدة ما بده يروح يا اهلا يا اهلا فايا شو رايك بموهبه راشد الجديده مش الاهتمام بالكليب اللي شفناه بالفيديو حلو يعني اول مره بتعمل شو جبسين شو هيدا مجسمات هذا نحت نحت حبيت وظابطه معك وحبيت كيف شفنا الانسيابيه والترانزيشنز و وحتى هي كيف هيك نقزت من حالها يعني قد ايه معناتها المنحوته تبعك يعني حقيقيه فتمثالك كان يعني معبر حبيت شكرا فايا يارا وصلتك الفكره من خلال هالفيديو اللي شفتيه للاسف لا سوري بس انه الفيديو رائع الابداع ما فينا نحكي عنه راشد اكيد الموسيقى كل شيء اللي انا بعلق عليه دائما ما فينا نحكي عنه بس ما وصلتني الفكره اللي نحن عم نحكي عنها عن العنصريه هيك بالنسبه لي لا هو هلا عن الحيوانات الاليفه ايه انه اوكي عندي بسينه وعم بعملها يعني عم بعمل مثلها وعم انه انا ما وصلتني كثير ما وصلتك اوكي شكرا لك يارا وائل انت مع فل قدرت تركز على الفيديو قدر يترجم راشد التحدي بالشكل المطلوب؟ راشد أنا النهاردة مش عارف عندي خيبة ظن شوية فيك لأنه في الفن والتصميم إيه الجديد اللي أنت قدمته يعني هو مش مجرد اللي هو يا جماعة بصوا مواهبي أنت مفروض أن أنت شخص عندك مواهب أكبر بكتير مثلا من حتى هي مش عاجبها الفيديو لا عادي يعني اللي هو انت بتتكلم عن الحيوانات رحت عامل بشويه حاجات كده رحت عامل حيوان حتى القطه في الفيديو شمتها ومشيت وجريت يعني حتى لا هي انا حسيتها فكرت انه حسيتها قطه حقيقيه لا هي ما عجبهاش هي انت هو بحلل نفسيه القطه انت شو بعرفك يا فايا بهذا الموضوع وصلت إيه الفكره إيه إيه وائل إيه شكرا لك اكيد بانتظار العلامه المناسبه لراشد راشد انت شو حيوانك المفضل السمكه السمك؟ عشان هيك كان راشد سمكه اكثر شيء احبه هي السمكه سمكه لا بتحكي ولا بتتذكر ولا شيء لانه انا ما احكي فعشان كذا حبيت السمكه طيب مثل ما بدك خلينا نشوف علامه راشد على 75 50 راشد رح نضيف هالعلامه على اول علامه تيطلع لنا المجموع وبالتالي الترتيب
109 انت بالمرتبه الاولى لهلا راشد، شكرا لك. بدي اشكر جمعيه بيروت للمعامله الاخلاقيه للحيوانات بيتا يلي سندتنا لانجاز هالحلقه والتحدي الثاني يلي ورغم لطافه موضوعه وضيوفه بيبقى الحد الفاصل بمصير المشتركين للمنافسه النهائيه. فاصل سريع وراجعين. التحدي الثاني وحضور ضيوفنا المميزين عطى المنافسة طابع مختلف وفتح المجال للمشتركين يبدعوا بأفكارهم أكثر وأكثر. ولتعرفوا كيف رح يستعدوا للمنافسة النهائية بعد نتيجة هالبرايم أكيد، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وما تنسوا تشوفوا شو عم بيصير على صفحات الآن فيسبوك تويتر وإنستغرام. وإذا بتحبوا المتابعة أونلاين لاقونا على قناة الآن للبث الحي عبر يوتيوب. التحدي الثاني مستمر مع نور الدين أمين من العراق، بنشوف اختياره رح يوقع على أي من الأفلام السينمائية يلي حكيت عن الحيوانات الأليفة. اليوم رح احكي لكم عن فيلم نزل حاليا بالسينمات وشوفنا ان الكلاب هم صديق الانسان مهما كانت ظروفهم، فيلم Isle of Dogs. الفيلم مصنوع بطريقه الستوب موشن ومن اخراج واحد من اكثر المخرجين تميزا ويس اندرسون، وبطولة أصوات الممثلين الكبار مثل بيل ماري وإد نورتون وجيف جولدبلوم وغيرهم. قصة الفيلم عن مدينة يابانية تهجر جميع كلابها إلى جزيرة القمامة ورحلة صبي عمره 12 سنة للبحث عن كلب سبوت. وطريقة الستوب موشن جدا مميزة وتظهر مدى شغف وتعب الكل خلف الكواليس على كل ثانية من هذا الفيلم. الأداء الصوتي للممثلين كان مضحك جدا وكل شخصية كانت قريبة على الممثل نفسه. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. اللي ممكن تشتت المشاهد شوية. عوفني. الشيء الوحيد اللي بالفيلم اللي ما عجبني انه الشخصيات اليابانية كانت غير مترجمة، لهذا ما حسيت بعمقهم. تقييمي الفيلم 7/10. روحوا شوف فيلم Isle of Dogs اللي ينشر ثقافة تربية الكلاب والرفق بالحيوان. فايا، تحمستي تشوف الفيلم؟ جدا. شكرا نور الدين، دائما يعني انا شخصيا يعني بفكر حالي حاضره كثير افلام بس دائما بتفاجئني وبحس بدي روح احضر الفيلم، وحتى الفيديو تبعك كان كثير حلو كيف عملت الستوب موشن وكل يعني الريفيو كانت كثير كثير موفقه. شكرا. شكرا فايا. يارا، لاي سبب ممكن تعملي شير لهالفيديو؟ بعمل شير لهالكلب هيدا. ايه هلا بدنا نساله لنور الدين يعرفنا عنه. عرفنا عنه نور الدين. هذا جاك صديقي بس شوي هو خايف من الستيج يعني. هو جاك راسلز اصلا. ايه جاك راسل زي بتاع فيلمي تبع ماسك. اكيد عنده مشكله لشايلين له اجره. اكيد. شو موضوع؟ بس شو اسمه؟ اسمه جاك. ايه اسمه جاك. نور الدين اذا ما عجبك شيء بالفيلم ما بحضره. ما بحضر، ما بدي، ما عجبك لا ما بدي، ما بدي احضر خلص. هلا هو قال 7/10 مع انه بحب كثير هول الافلام هيك بس ما بدي، ما بدي خلص، ما عجبه نور الدين ما راح. لا لا بس يعني يستاهل، يستاهل. شوف عم جاد. طب اوكي خلص يعني عجبك تعملي له شيء. اوكي شكرا لك يارا. وائل، شو الفرق باداء نور الدين بين التحدي الاول والتحدي الثاني، الفيديو الاول والفيديو الثاني؟ فرق السما من الارض يعني. يعني طبعا ما نقدرش نقول عكس كده. عجبني الفيديو، عجبني التقييم بتاعك. احلى حاجه في الريفيوز بتاعتك انها مش بيقول لك في وشك الفيلم ده سيناريو كذا الممثلين كذا، لا هو بيتكلم على شويه حاجات حوالين الفيلم فبيحمسك انه تتفرج عليه، وفي نفس الوقت انه مش بس بيقول راي فيلم، بيديك انسايتس في الفيلم. ودي اكتر حاجه بحبها في اي حد بيعمل فيلم ريفيو، لانه اللي مش عارف هو بيتكلم على ايه استحاله ينصحني بفيلم. فبرافو عليك، وطبعا الشغل الفظيع في الاديتنج وفي الجماليات والستوب موشن بالظبط. شكرا شكرا جزيلا. اكيد بانتظار العلامه لنور الدين. نور الدين، هيدا التحدي حببك بالحيوانات الاليفه؟ انا كثير احب الحيوانات الاليفه، احب الكلاب خصوصا والبيتس يعني بشكل عام، و يعني
كل الحيوانات حلوة. معك حق أكيد. خلينا نشوف العلامة يا نور الدين، علامتك على 75 67 رح نضيف على 73، ما هيك؟ أنت كنت أعلى سكور بالتحدي الأول. مجموعك وترتيبك بيكون المرتبة الأولى أكيد و 140. شكرا شكرا لك نور الدين. باي جاك. جاك إذا بنشوف بعد مرة التابلو منلاحظ المشترك يلي رح يكون بمنطقة الخطر لهلأ، جينان وكيل هي لحد هلأ بمنطقة الخطر. سمر أنطون من لبنان صارت جاهزة للتحدي الثاني بفيديو عن فئة الويلنس وبمضمون عن علاقة الحيوانات الأليفة بصحة الإنسان. هو الصديق الأوفى للإنسان، أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي، مصدر فرح لكتير من الناس اللي بفضل اقتنائها لإله تتمتع بفوائد عديدة لصحتها. من أهمها أنه مجرد تبادل النظرات والتعاطف بين الكلب وصاحبه وبيعطي شعور بالفرح السريع. الشخص اللي بيقتنى كلب بصير نشيط أكثر، خصوصي بالمشي المفيد لتخفيض الكوليسترول، ضغط الدم والتنحيف، وهيدا الشيء بفضل تشجيع وتحفيز صديقه الوفى. أثبت أنه اللي بيمضوا وقت طويل مع كلبهم معرضين أقل ب 30% بالإصابة بأمراض القلب. صحة الكلب مهمة كمان، ويلي بيساهم بتأمينها لإله هو صاحبه، فمثل الإنسان الكلب لازم يحافظ على وزن صحي ليتفادى إصابته بالأمراض. أما المشي برفقة الكلب مهم من صحة الكلب النفسية والجسدية، فغير أنه المشي بيخليه يحرق طاقة وهو بيكتشف الطبيعة بيتعرف على أشياء جديدة، وهول كلهم بينشطوا عنده هرمون السعادة. لكل الفوائد اللي خبرتكن عنها للكلب ولصاحبه، بدايكن إذا التقيتوا شي مرة بحيوان بحاجة لإلكن ما تترددوا بمساعدته، وحتى تبني لما ينحرم من هالحياة الصحية والحلوة مع صديقه الإنسان لأنه بيستاهله. يارا قد ايه بتعطي سمر على المحتوى؟ بعطيها 5 أعلى علامة أكيد. كثير حلو الفيديو، كثير مهضوم، كثير مهضوم وبيشجع الناس أكيد اللي ما بتحب إنها تساعد كليب أو ما بيعني لها الموضوع، بتحب كثير إنه تشوف هيدا الفيديو. بس شو مهضوم الكلب اللي معها، بتحسيها كثير. هي كلبتك ما هيك سمر؟ بتحسيها كثير ويلنس مثلها، إنه هيك بتعمل يوجا. أنا بحس عن جد بتعمل يوجا، لك شو مهضومة وبتحسيها كلاس وصحية وبتاكل أكل صحي. عم ترجف يا حرام، كثير مهضوم. شو الاكل اللي بتاكله؟ متعوده على الشهره. اشياء معينه يعني ولا مثل الكلاب العاديه؟ بتاكل اشياء صحيه يعني، نيله اياها انا. نيله. شو اسمها كلبتي؟ فلافي. فلافي شو مهضومه. وائل، قدرت سمر بفئتها تصيب موضوع التحدي؟ طبعا. كمحتوى انا شايفه عظيم، يعني حتى لما الهوس بتاع الصحه بتاعها وصل انه خلاص احنا بنتكلم على القطط والكلاب والحيوانات بس لازم تاكلوا كلبكم صحي، فاهمه يعني؟ انا عارف اللي هو مش قصدي انه ويلنس للانسان، انه يكون عنده كلب علشان صحتك والدوبامين ومش عارفين، بس برضو لازم تاكل الكلب صحي. فبرافو يا سمر على المحتوى. بس اللي كان ناقصني في الفيديو تشتغلي اكتر على الصوره، بس ده اللي كان ناقصه يعني. شكرا وائل. فايا، وين حمل هالفيديو عامل الإبداع؟ فاجأتنا سمر إنه إيه، حكيت عن يعني الكلب كحيوان قديه مفيد إلنا ونحن قديه مفيدين إله، وكيف عن جد يعني ليه هو حيوان أليف مفروض نحن يعني هيك قديه هو وفي، ليه هو لازم يعني، ليه الإنسان والكلب عندهم علاقة مميزة. بس حسيت أكتر عامل صراحة تأثير، وكيف عم بالنهاية عم تقول إنه حاولوا تتبنوا ما تشتروا، يعني كتير حبيت. شكرا لك فايا. بانتظار العلامة المناسبة لسمر. سمر، قدي وجود فلافي معك الليلة يعطاك هيك طاقة إيجابية؟ أكيد وجودها أعطاني طاقة إيجابية، هيك بتعطيني معنويات إنه خلاص ماشي الحال. إنه هي حرام خيفانة، بدها هي معنويات منك. فلافي، بدنا نشوف العلامة. يلا خلينا نشوف علامتك يا سمر على 75 65 منضيفها على العلامة الأولى وبيطلع لنا المجموع والترتيب بالمرتبة الثانية لهلا أكيد 137 وبالمرتبة الثانية سمر. شكرا لك. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن
جنان وراشد. إذن راشد المتاعب وجنان وكيل هن حاليا بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم هلأ عبر صفحة الآن على فيسبوك. بهالوقت منشوف كيف كان مرور جنان وراشد بالتحدي اللي اختاروا بنفسهم للعرض الأخير. أن تحط على كوكب لا يريدك، أن تكون قلماً بين مجموعة من المساطر. هل تعلم ماذا يعني أن تعاشر البحر يومياً ولا تتبلل؟ هكذا كان يشعر برين دائماً بأنه منسي كسمكة في جوف الحوت، إلى أن جاءت أمبيلا وربطت على قلب برين. لا أنكر أنني كنت واحدة منهم، أستغرب الاختلاف وأنفر منهم، لكن سرعان ما أدركت أنني مخطئة وأن اللون ليس بطاقة للتعريف عنك. أنت مثلنا بالجوهر، بل أنقى من غيمة شاردة في السماء. أنت قلب أبيض وكلانا في الجوهر واحد. لا فرق بين جذر ولون وعرق الوريد، فكلانا في الجوهر واحد. التصويت ابتدى، وانتو بس يلي بتقدروا تساعدوا المشترك المفضل بالنسبة لإلكن، لأنه تصويتكن وحده بخليه يرجع للمنافسة بالبرايم النهائي ويكون واحد من المرشحين للفوز بلقب نجم بلا حدود. فاصل سريع ورجعين. راشد المتاعب وجنان وكيل بمنطقة الخطر، وكان عندهم كلمة أخيرة للجمهور يلي ناطرين تصويته عبر صفحة الآن على فيسبوك، بنسمعها بهالفيديو. معكم راشد المتاعب من السعودية عن فئة الآرت والديزاين. اليوم أنا في مرحلة الخطر، أتمنى منكم تصوتون لي لأنه أنا وصلت المرحلة هذه ما قبل النهائي وتعبت عشان أوصل المرحلة هذه. تصويتكم لي دعم شرف لي كبير، فأتمنى منكم تصوتون لي. أوعدكم في الحلقة النهائية إذا صوتوا لي أن أسوي فيديو يليق بمستواي ويكون شيء مرة قوي، ولا تخلوني في الوقت هذا، وأتمنى أنكم تصوتوا لي وتدعموني. مرحبا، أنا جنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر. هلأ مو مثل قبل أبداً، حلقة واحدة بتفصلني عن آخر حلقة. أنا بحاجة تصويتكم ودعمكم، وأنا كلني ثقة فيكم وانتو انقذتوني من قبل، وبدي كمان هالمرة تنقذوني. انا ما تعبت تعب 3 شهور لحتى بالنهاية اطلع قبل اخر حلقة، بتمنى تصوتوا لي. وبوعدكم اذا ضليت للحلقة الاخيرة انا ما رح خيب اعمالكم ابدا، بحبكم كتير. بذكر كل الموهوبين يلي حابين ينطلقوا بطريقهم للتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي انه باب الاشتراك بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود صار مفتوح، وما عليكم الا تصوروا فيديو وتنشروه على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مع تاج الان تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. وبنرجع للواقفين بمنطقه الخطر وبالنصف النهائي، وهن بحاله اصعب من كل الحلقات السابقه لأنه المنافسة الليلة صارت بالمرحلة ما قبل الأخيرة.
أما الاستعداد للتحدي الأخير أو المغادرة ووحده تصويت الجمهور بيقدر يكون الحكم الفاصل ليرجع الأفضل للمنافسة النهائية. دقائق ومنعرف مين صاحب الحظ من بين راشد المتاعب وجنان وكيل، مين رح يكسب المكان الوحيد المتوفر للتحدي الأخير، ومين رح يختاره الجمهور ونشوفه بين الثلاثي الذهبي بالبرايم الجاي. راشد هي أول مرة منشوفه بمنطقة الخطر. راشد عن فئة الفن، أما عن فئة الشعر جنان هيدي الثالث مرة بتكون موجودة بمنطقة الخطر. بحب لكم أنه التصويت توقف ثواني ومنعرف مين الموهبة والفئة يلي رح تنافس بالحلقة الجاية وللمرة الأخيرة على لقب الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود. مين من بين راشد وجنان رح يكون القدوة لكثير من الموهوبين بالعالم العربي يلي بيتأملوا كمان يصيروا من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. النتائج صارت جاهزة، والمشترك يلي أنقذوا تصويت يعني عم تقول أول مرة بتشوفك هيك عأعصابك. إذن تصويت الجمهور مين أنقذ من منطقة الخطر، راشد أو جنان؟ جنان وكيل، مبروك. الخاسر راشد، نتمنى لك التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. ثلاثي القوة، الإصرار والإبداع، التأثير والرغبة بالانتشار نجحوا بتخطي التحدي الأخير ما قبل النهائي، وهن مستعدين للمنافسة الأقوى على الإطلاق لتحقيق الحلم والوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب وجائزة النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على خير. Thank you.